حاليا يشهد كذلك استقرار في التموين بالبقول الجافة باستثناء يعني الله رحل حتى إلى أدق الأمور باستثناء الفاصوليا والحمص من عيار 12. في مرحلة سابقة كنا نتكلم عن هذه المادة كانت تصل للسوق وفق القرارات اللي تم أخذها في قضية التوزيع في قضية التموين. كنا نتكلم عن المادة مش موجودة، اليوم نقولوا بلي يخصنا تل كاليبر ولا تل كاليبر، يعني اللي مازال إذا دخلنا في دقة في تمويل السوق. والإخوة في وزارة الفلاحة والسيد وزير الفلاحة مشكور على هذا المجهود الجبار اللي الحمد لله اليوم كل أسواقنا صبحت تشهد وفرة هذا المادة. بقات لنا المادة تاع الفاصوليا البيضاء وفيها يعني شحنات كبيرة وكبيرة جدا دخلت إلى التراب الوطني، وممكن السيد وزير الفلاحة راح يتطرق لها فيما بعد في قضية تسيير المخزونات. في السنوات السابقة كنا نستهلك 350 ألف طن في السنة من مختلف يعني أنواع البقوليات. هذه السنة عندنا مخزون يتجاوز 490 ألف طن يعني لسنة 2024 من أجل تسيير السوق. إذن تقريبا مرتين ما تتطلبه السوق هو مخزن ومعبأ في على مستوى يعني المصالح الخاصة بذلك.